بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا مصري مقيم في الإمارات من 15 سنة، عمري 43 سنة، خلفيتي الدراسية مهندس طاقة نووية، أوكي، وبشتغل حاليا في أحد مصانع الورق في أبو ظبي، مدير قسم السلامة والصحة المهنية. طيب، ايه اللي جاب دراستي وشغلي لموضوع التجاره الالكترونيه اللي احنا جايين النهارده نتكلم عليه؟ اللي جاب الكلام ده ان سنه 2016 لما بدات رحلتي مع موضوع التجاره الالكترونيه، فكرت ان لازم ما يبقاش عندي مصدر دخل واحد اللي هو مصدر الوظيفه، لان ما فيش وظيفه مضمونه، ولو اعتمدت على مصدر دخل واحد ممكن في اي لحظه لا قدر الله الدنيا تقع، وده اللي حصل مع ناس كتيره حاليا لما تعرضوا لأزمة كورونا، فقدوا مصدر دخلهم وفقدوا وسائل إعاشتهم، واللي ناس اللي منهم شغلهم وقف واللي فيهم مرتباتهم نزلت. فده اللي خلاني من 2016 لما بدأت أشوف إن الأسعار حوالينا بتزيد وتكاليف الحياة بتزيد، فلازم الواحد يبقى عنده مصدر دخل تاني، ينوع مصادر دخله، أو زي ما بنقول يبقى عنده خطة بديلة، بلان بي. تمام؟ فدورت في الفترة دي ايه احسن حاجة ان الواحد يبدأ يبقى عنده مشروع ما ياخدش منه وقت كبير، ومش محتاج تفرغ ومش محتاج خبرة، ويقدر يعمله في اي مكان بالاضافة لشغله. لقيت ان هي مجال التجارة الالكترونية اللي بيكبر وبيتوسع في جميع انحاء العالم. تمام؟ وفعلا كان اختيار موفق جدا. ليه؟ لان احنا لو شفنا مجال التجارة الالكترونية بينمو ازاي، هنلاقي الاحصائية اللي قدامنا دي من موقع اسمه اي ماركتر، جمع حجم انفاق الناس على التجاره الالكترونيه. يعني ايه تجاره الكترونيه؟ يعني بيع وشراء على النت، على اونلاين. هو اي حاجه بنعملها اونلاين تندرج تحت نظام التجاره الالكترونيه. تمام؟ لان ان الناس في 2014 صرفت 1300 مليار دولار على التجاره الالكترونيه. الارقام بتكبر بتكبر، 2019 وصل الرقم ل 3400 مليار، و2020 الرقم وصل، المفروض كان يوصل ل 4100 مليار، بس الارقام دي متوقعه ما قبل كورونا. الارقام يا جماعه اثناء كورونا اتضاعفت بكتير، مرتين وثلاثه واربعه. تمام؟ لان كل الناس قاعده في البيوت، كل الناس بتستخدم النت، كل الناس بتشتري كل حاجه اونلاين، فالتجاره الالكترونيه هي القطاع الاكبر في الاستفاده حاليا من موضوع أزمة كورونا، هو والقطاع الصحي اللي هو الناس اللي بتبيع حاجات صحية، كمامات، ماسكات، صيدليات، مستشفيات، مع التجارة الإلكترونية. طب الأرقام اللي احنا بنتكلم عليها، الأرقام اللي بالتريليونات الدولارات اللي بتمثل ميزانيات دول عظمى، لو كل واحد فينا سأل نفسه ما نفسيش آخد حصة من الأرقام دي، آخد نصيب من التجارة الإلكترونية اللي بالتريليونات؟ طبعا نفسي، لأن أنا لو خدت واحد على مليون من التريليون بقيت مليونير. طيب ازاي انا اخد نصيب من التجاره الالكترونيه واقدر استفيد بيها في حياتي؟ وايه اللي يثبتني ان كل الشركات رايحه في الاتجاه ده؟ اللي يثبت الاول، نجاوب على السؤال اللي هو اللي يثبت ان الشركات رايحه، اللي هو ان اكبر شركات في العالم بتعتمد على التجاره الالكترونيه. اكبر شركه تاكسيات في العالم شركه اوبر، عباره عن موبايل ابلكيشن، ولا تمتلك اي عربيه، بل بتشغل الناس بعربياتهم وبتاخد منها عموله. أكبر مواقع بتبيع حاجات في العالم شركة أمازون وشركة علي بابا، ما هما إلا عبارة عن مخازن كبيرة بيجيبوا البضاعة من الموردين ويبيعوها لنا إحنا وياخدوا العمولة في النص. أكبر شركة فنادق في العالم شركة بوكينج دوت كوم، ما عندهاش أي سرير، مش حتى فندق. أكبر شركة عقارات في العالم وتأجير عقارات هي شركة إير بي إم بي، وما عندهاش اي استوديو، بالعكس هي بتعرض للناس حاجتها وبتاخد منهم عمولة. وده اللي بيقول لنا ان العالم كله متجه للتجاره الالكترونيه ولقطاع الخدمات، ان ازاي ان حد يقدر يستفيد من خدمات الناس بتستخدمها في حياتها اليوميه، خدمه المواصلات، حجز الفنادق، التاجير، التوصيل للمنتجات والحاجات دي كلها. طيب نيجي بقى للسؤال اللي الناس كلها بتساله، طيب ليه التجاره الالكترونيه؟ ليه الناس كلها دلوقتي عماله تتجه للتجاره الالكترونيه؟ وايه اللي خلاك تدخل في التجاره الالكترونيه من 2016؟ تمام؟ اللي بيس السؤال ليه التجاره الالكترونيه؟ لكذا سبب. اول حاجه انها رخيصه، تشيب. تمام؟ لو انا رايح اشتري حاجه من موقع اونلاين،
تمام، هيكون ارخص لما بشتري الحاجه من موقع في المول او في محل تحت البيت. ليه؟ لان المواقع الاوفلاين اللي هي في المول او في المحلات اللي جنبنا بيكون عندها مصاريف تشغيل كتيره بتحمل المصاريف دي على سعر المنتج. يعني بيكون عنده ايجار محل، مرتبات موظفين، ضرائب، ميه، كهرباء، غاز، نظافه، امن، الحاجات دي كلها، فبيحملها على سعر المنتج اللي بيبيعه عشان يكسب وعشان يجيب المصاريف. الحاجات دي بنسبة 90% مش موجودة في المواقع أونلاين، تمام؟ فطبعا الأونلاين بيكون أرخص. رقم اتنين، سهلة إن الناس تستخدمها، كل الناس معاها موبايلات ذكية سمارت فون، وكل الناس بتستخدم الفيسبوك، الواتساب، الحاجات دي كلها. ولادنا الصغيرين بيطلبوا جيمز أونلاين، آبائنا وأمهاتنا الكبار بيشتروا حاجات أونلاين، بيشتروا حاجات من الفيسبوك ومن كل مكان، فبقى التفاعل سهل جدا والناس كلها بتقدر تستخدم النت والأونلاين والتجارة الإلكترونية. رقم ثلاثة، سيفين تايم، وفرت وقت. اللي يخليني أضيع ساعتين ثلاثة عشان أروح أشتري حاجة وأدور عليها؟ طب أنا وأنا في مكاني، في بيتي، في شغلي، خمس دقايق على موبايلي أو على اللابتوب بتاعي، طلبت الحاجة جات لي لغاية باب البيت وأنا معزز مكرم. وفرت وقت، وفرت مجهود، بدل ما اقضي لي برضه ساعتين ثلاثه ومجهود ولسه خالص خلصان من الشغل وتعبان ومش فليه كل ده؟ طب انا احافظ على مجهودي، ممكن اروح استريح الفتره دي، لا الحاجه تجي لي لغايه باب البيت. يبقى وفرت وقت، وفرت مجهود، وفرت فلوس، لان الحاجه هتجي لي ارخص. رقم خمسه، جلوبال سبريد، يعني انتشار عالمي، ان انا في اي مكان في العالم بوصل لاي مكان في العالم. انا هنا في الامارات عايز اشتري حاجه من الصين بشتريها، لو انا في مصر واشتري حاجه من امريكا بشتريها، يبقى في اي مكان في العالم بقدر اوصل لاي مكان في العالم. لو انا عندي مشروع وهو اونلاين من مكاني هنا بقدر اسوقه في جميع انحاء العالم، يوصل لل 3.5 مليار شخص اللي بيستخدموا الانترنت، فانتشار عالمي. رقم 6، لو ريسك، اقل مخاطر. مش احنا دلوقتي عمالين نقول التباعد وابعدوا وامنعوا الاختلاطات والتجمعات يا جماعه؟ فده اللي بنقول، نو كورونا فيروس، اوكي، مفيش كورونا، مفيش اختلاط. ليه؟ انا قاعد في البيت، مفيش، ما بختلطش مع الناس، بطلب حاجتي كلها اونلاين. قللت المخاطر الجسمانيه والمخاطر الصحيه اني اتعرض مع الناس، لا بالعكس، الحاجات بتجيلي لغايه باب البيت وراجل بيجيبها وما بشوفوش لان انا دفعت اونلاين، تمام، وبعقم من حاجه وبدخلها عند البيت. يبقى اقل مخاطر اقدر اعملها، تمام، او اقدر اتعرض لها. رقم 7، اقل استثمار. يعني انا النهارده لما باجي بتكلم ان انا عايز اعمل مشروع، ممكن مشروعي اعمله على التجاره الالكترونيه او استخدام التجاره الالكترونيه يكلفني صفر، زيرو. ازاي؟ ناس كتيره جدا عمل صفحات على الفيسبوك. ازاي تعمل صفحه على الفيسبوك مجانا؟ ستات بيوت كتير عامله صفحات وبتبيع عليها اكل، بتبيع عليها حلويات، ناس بتشتري حاجات من مواقع وبتبيعها للناس، كل ده عامل صفحة مش متكلف معاه حاجة، فاستثماره هو صفر، ما بيعملش حاجة غير بس محق المواد الخام أو الحاجة اللي بيشتريها وبيبيعها. فده أقل استثمار في العالم ممكن إنك تعمله، أي بيزنس تقدر تأسسه هو في مجال التجارة الإلكترونية. طيب إحنا في بلادنا العربية وضعنا إيه؟ وضعنا ان احنا في 2014 البلاد العربيه لقيناها صرفت ايه؟ صرفت 7 مليار دولار على التجاره الالكترونيه، تمام، الناس عماله تشتري وشغاله اونلاين وبتشتري اونلاين، فالكلام ده في 2014 7 مليار. طب الارقام دي كبرت؟ ايوه، كان متوقع انها في 2020 الارقام دي تتضاعف، توصل لحوالي قرب ال 14 مليار، تمام، وتقريبا كل البلاد، هو لو شفنا حصة الإمارات اتضاعفت، السعودية، مصر، الأرقام كلها بتتضاعف، بس اللي حصل غير كده تماما. اللي حصل إن إحنا عشان موضوع كورونا الأرقام وصلت لخمس أضعاف، تمام، من المتوقع، مش من الأساسي، من الأساسي وصل 10. لو إحنا نشوف المقال ده اللي هو نمو التجارة الإلكترونية ل 69 مليار دولار بالشرق الأوسط جراء كورونا، التاريخ ده كان يوم 29 إبريل، تمام، لو انا بتكلم على ان المتوقع كان 14 مليار فدلوقتي وداخلين على 70 مليار، خمس اضعاف. طيب اللي كان في 2014 7 مليار دلوقتي بقينا 70 مليار، 10 اضعاف. يا جماعه كورونا بتغير العالم تماما وبتغير تفكيرنا لاتجاهات معينه، ولازم ده اللي احنا ناخد بالنا منه، لان العالم ما قبل كورونا يختلف تماما عن العالم ما بعد كورونا.
تمام. فده اللي احنا شفناه، موضوع التجاره الالكترونيه وازاي انها بتكبر وازاي انها بتتطور في جميع انحاء العالم، وده ازاي الناس بتاخد الفرصه دي. طيب احنا النهارده جايين نتكلم على ازاي نقدر نستفيد بقى فيها في حياتنا، احنا حياتنا العاديه. النهارده جايين نتكلم على زي كيس ستادي شركه، تمام، زي نموذج شركه من اكبر شركات في مجال التجاره الالكترونيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، شركه دوبلي. وبتقدم لنا حاجتين جمال جدا الناس كلها بتدور عليهم، بتقدم لنا خدمه التوفير، ازاي ان انا اوفر من المشتريات اللي انا بعملها اونلاين، وكل الناس بتدور على الموضوع ده، ودي الخدمه الرئيسيه اللي بتقدمها شركه دوبلي، خدمه التوفير من مشترياتك، تمام. والخدمه الثانيه اللي هي اختياريه، تمام، لكل للناس اللي حابه انك ازاي تقدر تاسس مشروع ليك من البيت يساعد الناس في التوفير ويساعدك انت كمان في المكسب، وده الجميل في شركه دوبلي. طب النهارده لو جينا نتكلمنا هي ايه شركه دوبلي وايه الفكره بتاعتها يا جماعه. شركه دوبلي هي باختصار هي اكبر شوبينج مول، اكبر مول تسوق الكتروني في العالم، بيقدم خدمه الكاش باك. يعني ايه كاش باك؟ يعني انا بروح على المول ده اللي فيه اكتر من 16,000 ماركه وموقع عالمي موجودين جوه المول دول، بروح اشتري الحاجه اللي انا عايزها، والفرض انا رايح اشتري تيشيرت ب 100 درهم، بدفع ال 100 درهم يرجع لي منه 10 درهم، فانا كده وفرت من مشترياتي، وخصوصا كمان ان السعر الاونلاين بيكون ارخص من الاوفلاين، فانا موفر على التوفير كمان. ودوبلي كمان متعاقده مع المحلات دي ان الكاش باك فيها بيوصل بنسبة 30% على حسب المحلات، وفي أكتر من مليار منتج وخدمة جوه المحلات دي الناس تقدر تستخدمها وتستفيد بيها في التوفير، وتقدر تشتري اللي هي عايزاه وتوفر كمان من مشترياتها. وهنتكلم بالتفصيل إزاي الموضوع ده. قبل ما نروح بالتفصيل خلونا نعرف هي إيه الأول شركة دوبلي. شركة دوبلي شركة أمريكية اتأسست سنة 2003 تحت شركة الأم اسمها أومنتوم، المقر الرئيسي لها في فلوريدا، لها أكتر من مكتب في جميع أنحاء العالم، المكتب المسؤول عن أفريقيا والشرق الأوسط موجود هنا في دبي، تمام. وآدي أعضاء مجلس إدارة شركة دوبلي وشركة أومنتو، مستر مايكل هانسون الشخص اللي على الشمال مؤسس شركة دوبلي والسي اي او بتاع شركة أومنتو، راجل عنده خبرة أكتر من 20 سنة في مجال التجارة الإلكترونية والبيع المباشر، وجاب معاه ناس كانت شغالة في أكبر شركات في العالم، الناس الموجودة قدامكم دول، يعملوا قاعدة أساسية وقاعدة كبيرة لشركة دوبلي، وتعملت لقاءات كتيرة جدا في أكبر الشركات التلفزيونية والبرامج الإخبارية بتتكلموا فيها مع مستر مايكل هانسون عن الطفرة اللي دوبلي عملتها في مجال التسوق أونلاين، إن إزاي دوبلي خلت الناس توفر فلوس من أسلوب حياتها اليومي من اللي بتعمله كل يوم اللي هو التسوق اللي عمره ما هيقف، وكمان توفر فلوس ويرجع لها كاش باك، لأن دوبلي هو الموقع الوحيد في العالم اللي بيديك كاش باك في كل مكان انت تروحه. لو انت في مصر هتاخد كاش باك، لو انت في السعودية، لو انت في الامارات، لو انت في امريكا، لو انت في فرنسا، في اي مكان بتستخدم موقع دوبلي او الناس اللي موجودة في البلد دي بتستخدم موقع دوبلي بيرجع لهم كاش باك. جميل جدا. ودي بعض المواقع اللي موجودة عندنا في شركة دوبلي، وحطوها المواقع اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العادية، موقع سوق دوت كوم وجوميا وبوكينج وطيران الاتحاد وشركه جروبون وفيكتوريا سيكريت ولينوفو وسامسونج واديداس وحاجات واجودة حاجات كتيره جدا ونايكي وبوما اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، وكمان البراندات الغاليه الماركات الغاليه دوبلي جابتها عشان برضو الناس اللي بيحبوا يشتروا من البراندات يوفروا وياخدوا كمان كاش باك. جميل جدا. نيجي بقى نتكلم على ايه، نتكلم ازاي انا الكاش باك ده بياخد او ان انا بستفيد منه. بمنتهى البساطه الشخص اللي عزمك النهارده على المحاضره بيديك اللينك بتاعه، تمام، اللينك بتاعه ده بتروح تسجل بيه على موقع دوبلي كمتسوق، تروح تشتري اللي انت عايزه ويرجع لك كاش باك، تمام. نشوف امثله كده، ادي مثال من الموقع، ادي موقع دوبلي كمان وادي المحلات الموجوده، والحلو في الموقع انه ب 11 لغه، عربي وانجليزي وفرنساوي والماني وايطالي، ودوبلي مسهله علينا الدنيا ان بدل ما اخش ادور في 16,000 موقع، لا عاملين شوب باي كاتيجوري تسوق بواسطه الفئه، ومقسمين المحلات كلها فئات، تمام. لو انا مثلا عايز اروح اشتري موبايل هروح على الالكترونيات، دخلت على الالكترونيات طلع لي المحلات اللي بتتعامل في الالكترونيات في البلد اللي انا فيها. وانا اعرف مثلا موقع شرف دي جي بشتري منه، موقع حلو وموقع معروف، تمام، هروح اشتري من شرف دي جي
يرجع عادي، هو بيطلع لي صفحة شرف دي جي ونسب الكاش باك موجودة قدامي اهو من قبل ما اشتري الحاجة. يبقى اكون عارف قبل ما اشتري الحاجة هيرجع لي كاش باك ايه. بمجرد ما ادوس على جو تو ستور او اذهب الى المتجر وداني للموقع الاصلي بتاع شرف دي جي، وهنا مهم الدوبلي خلصت. مهم الدوبلي كده خلاص، قال لك سلام عليكم انا وصلت لك الموقع، لان دوبلي يا جماعة ما هي الا بوابة، بوابة بتوديني للمواقع اللي انا متعود اشتري منها. لو في عروض على موقع شرف دي جي هاخدها، بدفع لشرف دي جي، شرف دي جي اللي بيوصلني كل حاجة من خلال شرف دي جي، وفي الاخر المبلغ اللي بدفعه هو اللي بيرجع لي عليه الكاش باك. بيرجع لي عليه الكاش باك فين؟ بيرجع لي في حسابي في المحفظة بتاعتي بتاع دوبلي، ده الاكونت بتاعي انا يا جماعة. تمام. هو طبعا اليومين اللي فاتوا حصل فيه ابديت والارقام زادت، لان انا اشتريت حاجات اليومين اللي فاتوا، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. وادي الكاش باك، ده الفلوس اللي انا طول عمري كانت رايحه مني، دي الفلوس اللي انا رجعت لي، وادي كشف حساب تحت اهو موجود الارقام اللي بالاخضر دي، الكاش باك بتاعي اللي اقدر احوله على البنك عندي. تمام. وده هقول لكم ازاي تقدر تحولوه كمان. وادي الكشف حساب تحت بالتواريخ، اشتريت يوم شرف من شرف دي جي يوم 24 ابريل، اشتريت بمبلغ كام، رجع لي كام، موقع جروبهم، وحاجات كتيره جدا هنتكلم عليها بقى ان شاء الله في التفصيل في التدريبات، وازاي اخد الكاش باك بتاعي. الفلوس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي فلوس طول عمرها رايحه مني، بس انا عشان دخلت دلوقتي بتسوق من نفس المحلات بس من خلال موقع دوبلي، رجع لي كاش باك اهو قرب حوالي 800 او قرب 900 دولار. برضو في الموقع بتاع دوبلي عندنا كمان ميزات كبيره جدا، عندي كوبونات. الكوبونات دي بتديني تخفيضات، بعض المحلات كل فتره بتنزل كوبونات باخد خصم، خصم بقى مش كاش باك، يعني باخد خصم على سعر المنتج وبعد الخصم بيرجع لي عليه كاش باك. كمان دوبلي عامله برنامج حلو جدا لكل المتسوقين عشان نشر فكره دوبلي والتسوق اونلاين والناس تستفيد من الكاش باك. فدوبلي بتقول لي يا محمد انا النهارده انت كمتسوق وبتتوفر وبترجع لك كاش باك، بديك مكافاه صغيره قيمتها بتوصل ل 10 دولار لما ترشح اصدقائك ومعارفك ان هم يستخدموا الموقع، لان دوبلي عايزه اكبر عدد من الناس تستخدم الموقع. دوبلي كده كده يا جماعه هي متعاقده مع المواقع بتاخد منهم عموله على كل عمليه شراء، فدوبلي عايزه اكبر عدد من الناس تستخدم الموقع عشان العموله تزيد. فدوبلي كمان بتقول لمحمد كل ما بترشح ليك اصدقاء يخشوا كمتسوقين يشتروا اللي هم عايزينه وياخدوا كاش باك، دوبلي تديك مكافاه بتوصل ل 10 دولار. 5 دولار منهم لما الشخص اللي انت رشحته ده الكاش باك بتاعه بيوصل 25 دولار، فبتاخد كمان دوبلي بتديك بونص 5 دولار. وال 5 دولار التانيين لما الشخص ده يبقى متسوق في اي بي، وهنشرح بعد شويه يعني ايه في اي بي وازاي الشخص ينضم كفي اي بي. حلو جدا. وكمان دوبلي بتقول ان انا عندي بونص شهري، بونص شهري كل شهر لما الكاش باك بتاعك يوصل ل 15 دولار فما اعلى، دوبلي بتديك بونص 10 دولار هديه. يعني عملت الشهر ده 20 30 40 دولار كاش باك، دوبلي بتزودهم لك كمان، تقول لك ادي 10 دولار زياده كمان، اتفضل دي بونص من دوبلي عشان انت متسوق فعال وبتشتري وبيرجع لك كاش باك كويس. حلو الكلام. طيب ازاي النهارده انا اكون متسوق في شركه دوبلي؟ عندي طريقتين. اول طريقه اللي في النص دي الجميله جدا الناس كلها بتحبها، مجانا مدى الحياه، ودي الخدمه بتاعه دوبلي الاساسيه، بتوفر مجانا. يعني ايه ما بدفعش حاجه؟ لا، انت مجرد بتخش تحط ايميل، الشخص اللي عزمك النهارده بيديك اللينك، تخش تسجل ايميل وباسورد، اتسوق خد كاش باك ان شاء الله مليون دولار. طيب ما دوبلي هتستفيد ايه؟ ما انا شرحت لك قبل كده، قلت لك ان دوبلي بتاخد عموله من المحلات، جزء من العموله دي بيرجع لك في صوره كاش باك، فكده كده دوبلي ربحانه وهي عايزاك تتسوق كتير، عشان كل ما تسوقت كتير كل ما العمولات زادت. مجانا مدى الحياه، خد كاش باك زي ما انت عايز. في ناس بقى تقول بس انا بتسوق كتير اونلاين فعايز اوفر اكتر من مشترياتي، عشان كده دوبلي عملت لهم العضويه المميزه اللي هي اسمها عضويه الفي اي بي، وده المنتج الوحيد اللي عند دوبلي، ودي الحاجه الوحيده اللي دوبلي بتبيعها ليها سعر. تمام. عضويه في اي بي من اسمها ليها مميزات وليها سعر. سعرها ايه الاول؟ سعرها 49 دولار في السنه، يعني او 5 دولار في الشهر. طب ايه اللي يخليني ادفع 49 دولار في السنه؟ انا بتكلم على 180 درهم. تمام. رغم انه مبلغ بسيط. تمام. طب انا عندي ببلاش وابو بلاش كتر منه. بس انت عندك مميزات هتاخدها في الفي اي بي. ايه بقى مميزات الفي اي بي اللي انا هاخدها؟ اللي بيبقى لك عندك حاجات كتيره.
تمام، بيبقى عندك المول الكبير بتاع دبلي بتاخد فيه مميزات، وبيبقى عندك كمان مول صغير للجماعه الفي اي بي، ده حصري عليك احنا كفي اي بي. ايه مميزات المول الكبير؟ مميزاتك لما بتشتري من المول الكبير بتاخد نسبه كاش باك زياده عن نسبه الشخص الفري. الزياده دي توصل لنسبه 50% من الكاش باك بتاع الشخص الفري سنويا. بمعنى ان انا واخويا مصطفى مثلا النهارده انا متسوق فري ومصطفى في اي بي، اشترينا نفس الحاجات من نفس المواقع على مدار سنه، هي تيبيكال. تمام، انا شخص فري رجع لي مثال $1000 كاش باك، مصطفى كشخص في اي بي بيرجع له لغايه $1500 كاش باك، ممكن 1400 1300 1500 على حسب المواقع. حلو، فدوبلي بتقول له ال $500 الزياده دي يا مصطفى بشيلها لك في الحصاله بتاعت الفي اي بي، واخر السنه بتاعت العضويه بتاعتك لان هي عضويه سنويه برجح، انا بقول لك اتفضل انا حوشتها لك لمده سنه، انت كده كده خدت ال1000 بتاعت الفري، وادي ال500 الزياده بتاعت الفي اي بي عشان تشوف انت عملت ايه السنه دي من العضويه الفي اي بي، مجرد انك شخص في اي بي خدت كمان ما يقرب من $500 زياده. حلو جدا، ده المول الكبير. لما نيجي بقى للمول الصغير اللي هو على ايدينا الشمال، المول الصغير ده يا جماعه بيكون فيه من 16 ل 20 موقع، بعض البلاد 16 بعض البلاد 20. المحلات دي كده كده المواقع دي موجوده في المول الكبير، موجوده في المول الكبير، وبتدي كاش باك في المول الصغير توصل لضعف الكاش باك بتاع المول الكبير. مثال موقع جاب اللي قدامنا اللي في المول الصغير بتاع الفي اي بي بيديني 6% كاش باك، لو انا رحت على المول الكبير بتاع دوبلي الشخص الفري بياخد كام؟ بياخد 3%. واو، يبقى انا خدت الضعف. اوكي، لما نيجي نتكلم على اونس، اونس هنا بيديني 8% كاش باك في المول الصغير، في المول الكبير بيديني 4%، يبقى الضعف. لما اروح على موقع ماماز اند باباز بيديني 7%، تمام، لما بروح على المول الكبير بيديني 4%، يبقى انا كده خدت ضعف الكاش باك. ودي الميزه الثانيه. الميزه الثالثه، جوه المول الصغير بتاع دوبلي عندي برنامج جميل جدا للناس اللي بتروح تحجز فنادق، اللي هو عن طريق موقع اسمه برايس لاين. برايس لاين اللي هو الشركه الام لبوكينج دوت كوم، عارفين كلكم بوكينج. برايس لاين يا جماعه واحد من اكبر مواقع حجوزات الفنادق في العالم، عمل اتفاق مع بوكينج ومع اجوده ان الاشخاص الفي اي بي بتوع دوبلي، الاشخاص الفي اي بي بتوع دوبلي بياخدوا خصم يوصل لنسبه 60% على سعر حجوز الفنادق، حجوزات الفنادق، بالاضافه ل 6% كاش باك. ده بس للفي اي بي. ازاي الكلام ده؟ ادي مثال حصل معايا انا من فتره. تمام، كان جاي اجازه راس السنه الهجريه وقلت اخد بنتي واخد مراتي ونروح، تمام، اي فندق. دخلت اهو على برايس لاين ودخلت على دوبلي ودخلت كتبت ابو ظبي، طلع لي المواقع اهي اللي فيها خصم. تمام، كان 13/9 و14/9، لقيت المواقع اللي فيها خصم ايه، ادي مثلا 49% 30% 27%، قلت اروح لاكبر نسبه، فندق حياه كابيتال جيت، الناس اللي عايشه في الامارات تعرفوا، اللي هو في ارض المعارض في ابو ظبي. السعر مخفض 49%، سعر الغرفه كان ب $109 في الليله وصل ل 55، بعد الضرايب وكل حاجه وصل ل $76. حلو، قلت اقارن بقيه المواقع واشوفها، رحت رايح على موقع hotels.com، حطيت نفس اسم الفندق بنفس التواريخ، تمام، 13/9 و14/9. حلو، لقيت ان السعر $109 في الليله، بعد الضرايب وكل حاجه وصل السعر كام؟ $131، وانا واخده ب 76. رحت لحبيبنا كلنا بوكينج دوت كوم اللي كلنا بنستخدمه، نفس التواريخ 13/9 و14/9، ادي حياه كابيتال جيت $109 في الليله، بعد الضرايب وكل حاجه ادي 109، وادي ضرايب $25، رجع الحجز كان ب $134، وانا واخده ب 76. انا حجزت الليلتين يا جماعه، وفرت فيهم توفير $115 غير ال 6% كاش باك اللي رجعوا لي على عمليه الحجز. حلو، وانا بعمل تشيك ان، ال $115 دول تقريبا 8 عضويتين في اي بي، عملتهم عضويتين ونص كمان من عمليه حجز واحده، من عمليه استخدام واحده. وانا بعمل تشيك ان بوريهم رقم الحجز، الشخص اللي على الريسبشن بيقول لي لو سمحت هو انت جايب السعر ده من فين؟ قلت له ليه؟ قال لي لان هو مش على موقعنا احنا، ولا على بوكينج ولا على اجوده، فده حاجه خاصه ليك انت يعني. قلت له، قال لي ممكن اعرف ازاي؟
قلت له حاضر من عينيا، هتخلص شغل الساعة كام؟ قال لي هخلص الساعة 10. قلت له اطلبني في الغرفة اللي أنت حجزتها وأنا هقول لك إزاي. طلبني فعلا الساعة 10 مستر محمد، أنا خلصت. قلت له طيب أنا جاي لك، خدت اللابتوب بتاعي ورحت نازل له في اللوبي، قعدت معاه ربع ساعة شرحت له الـ VIP وبيستفيد منها إزاي. لقيته مطلع المحفظة وبيديني 180 درهم. قال لي اديني عضوية VIP دلوقتي لو سمحت. قلت له هتعمل بيها إيه؟ قال لي أنا هستخدمها للزباين بتوع اللي جايين هنا، هم ياخدوا الخصم وانا اخد الكاش باك. قلت له والله برافو عليك، بس خلي بالك ان مش في كل الاحوال الخصم 50%، يعني ممكن يبقى 20 10 5، ممكن في بعض الاوقات ما فيش خصم. قال لي مش مهم، هو كده كده جاي يحجز بالغالي في الفندق، احنا اغلى من المواقع، فكده كده انا هخليه حتى لو خصم 1% هو مبسوط، هو ياخد الخصم وانا استفيد بالكاش باك. قلت له طيب في مواقع تانية برفانات وساعات؟ قال لي مش مشكلة، أنا عندي مهتم بالفنادق. قال لي بوكينج وأجودة عندكم وهوتيلز؟ قلت له قال لي بس. الشخص ده تمام، بعد ما اديت له العضوية بدأ يستخدمها، أنا مش على تواصل معاه، هو متسوق عندي بيرجع له كاش باك، وأنا بشوف طبعا اللي بيرجع له تمام الكاش باك الاكسبكتد، وأنا بيرجع لي عمولة عمولة من الكاش باك بتاعه. ده بقى جزء البيزنس اللي هنتكلم عليه بعدين، يعني هو بيستفيد، الزبون بيستفيد، وهو بيستفيد وانا كمان بستفيد، رغم ان انا ملياش علاقه بالزبون، بس انا بستفيد عشان هو داخل عن طريق اللينك بتاعي. جميل جدا. عندنا كمان موقع اسمه تريب اكس او اكس او. الموقع ده يا جماعه يعتبر كده زي وكاله سفريات ورحلات مصغر معاه تمام، بيديك 25% تخفيضات توصل لنسبة 25% على أسعار دخول الأماكن الترفيهية والسياحية في أكثر من 30 دولة. إحنا كشخص VIP بيكون لينا دخول على الموقع ده بسعر خاص، وهو 10 دولار في السنة بشتري عضوية سنوية، 10 دولار في السنة على موقع TripExo. الشخص الفري بيقدر يستفيد من الموضوع ده، بس بيعمل عضوية سنوية 15 دولار وبياخد إيه؟ بياخد تخفيضات توصل لنسبة 15% مش 25%. كمان عندي موقع للناس اللي موجودة حاليا في أمريكا وكندا، إن لما بيحجزوا أي حفلات موسيقية، أي ماتشات كرة قدم، ماتشات ملاكمة، إيفنتات، حاجات كتيرة جدا من خلال الموقع ده بياخدوا 8% كاش باك. جميل. الحلو بقى إيه؟ إزاي باخد الفلوس؟ وده الجميل يا جماعة اللي في شركة دوبلي، الفلوس بتاعتك الكاش باك بتاخدها فلوس حقيقية، بس فلوس في جيبك، بتحول الكاش باك مش اميال ولا نقط ولا فاوتشرات ولا اي حاجه ما انت شايفها، ولا حتى تشتري بيها من الموقع. دول اللي بتقول لك فلوسك اللي انت بتحوشها دول بتحولهم على الباي بال. ايه هي الباي بال؟ محفظه دفع الكترونيه عالميه معتمده في جميع وسائل الدفع في العالم، بتحولها على الباي بال، ومن الباي بال بتحولها على البنك بتاعك تمام، او على الكارت بتاعك، وتحط الفلوس في جيبك، اعمل بيها اللي انت عايزه. فلوسك اللي انت طول عمرك ضايعة منك النهاردة وفرتها ورجعتها تاني. تمام. ده يا جماعة قصة الكاش باك، ودي الخدمة الرئيسية والأساسية في دوبلي. هل احنا النهاردة عملنا حاجة غريبة عننا؟ بالعكس، انا كده كده بشتري اونلاين، وكده كده بشتري من المواقع اللي موجودة في شركة دوبلي تحت المول بتاع دوبلي، فايه المانع ان انا بشتري كده كده اشتري اونلاين بطريقة ذكية، وفرت فلوس ورجع لي كاش باك. ده اللي احنا بنتكلم عليه، وده النهارده اللي كانت خدمه التوفير الجميله في دوبلي. حلو الكلام، حلو الكلام، والناس كلها بتحب توفر، لان احنا بقينا في زمن صعب جدا الناس مش عارفه توفر، فدوبلي اديت لك حل جميل انك ازاي تعرف توفر من مشتريات. حلو، نتكلم على الجزء الثاني. انت قلت ان في جزء ثاني، جزء ان احنا نقدر نستفيد بقى ونكسب من التوفير ده. ازاي انا اقدر استفيد من التوفير؟ ازاي ان انا اقدر اعمل بطريقه معينه ان كل الناس اللي بتستخدم موقع دوبلي عن طريقي انا اقدر استفيد؟ بعمل بيزنس، بعمل تسويق، لان النهارده انا هنضم لدوبلي مش كمتسوق بس كمسوق، كفرانشايزر، اخد وكالة التسويق. زي ما بقول انا وكيل بسوق منتج معين للناس اللي بتسوق منتجات، لا احنا النهاردة بنسوق الموقع بتاع دوبلي بالكامل، ما بسوقش منتج معين، ما بسوقش محل معين، ما بعملش دعاية. انا بالعكس بالنسبة لي عندي مول كبير
اكبر شوبينج مول بسوقه كله، واي حد بيخش يشتري من المول ده انا بستفيد منه بثمان طرق مختلفه للدخل، وده الهديه اللي بتقدمها لنا شركه دوبي. كل المسوقين يا جماعه عندكم ثمان طرق مختلفه بتكسبوا بيها من المول الالكتروني الكبير بتاعنا. والله جميل. ثمانيه ازاي؟ هنشرحهم بالتفصيل. اول طريقه، بمجرد النهارده ان انا دخلت كمسوق في دوبلي، دوبلي بتديني رقم اي دي. حلو. الاي دي ده بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه اللينك بتاعي اللي هو dobli.com/ID. حلو جدا. بعمل بيه اللينك ده او الاي دي بتاعي بمنتهى البساطه، انشر ولك الاجر، انشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك، فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، ما اعرفش الحاجات اللي احنا بنستخدمها عامه، وتنزل بوست حلو كده يا جماعه. فرضا مثلا انا في مصر، يا جماعه انا اشتريت كرتونه رمضان من موقع سوق.com، الكرتونه دي مثلا بره في كارفور تعمل لها 1000 جنيه، انا اشتريتها ب 800 جنيه ورجع لي كاش باك 50 جنيه. خشوا اتسوقوا من اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم. المفاجاه، الكلمه السحريه، التسجيل مجانا، اضغط على اللينك. ابو بلاش كتر منه، صح؟ مش ده اللي احنا بنقوله؟ كل الاشخاص اللي عندك اللي هيشوفوك وفرت ومش هتدفع حاجه غير سعر المنتج هيخشوا ابو بلاش. نجرب يا جماعه. دخلوا عندك اصدقائك اللي عندك في معارفك ولا اي حاجه على اللينك بتاعك، بداوا يتسوقوا ويرجع لهم كاش باك، انت بتستفيد من 20-30% من الكاش باك الاساسي بتاع كل المتسوقين اللي جم. طب احنا قايلين كمان المتسوقين دول يقدروا يرشحوا اصحابهم كمتسوقين برضو، وبياخدوا البونص الصغير اللي هو يوصل لغايه $10. برضو المتسوقين التانيين دول كل ما يشتروا انت هيرجع لك من 20-30% من الكاش باك الاساسي بتاعهم، وحتى لو قعدوا يرشحوا كل الناس دي انت بيرجع لك من 20-30% من الكاش باك الاساسي بتاعهم طول ما هم بيتسوقوا مدى الحياه. يبقى انا حطيت بوست مثلا ان انا في مصر، انا مثلا في الامارات، انا اشتريت حاجات مثلا امبارح من فيكتوريا سيكريت، تمام، مراتي كانت عايزه حاجات، اوكي، وكان عليها عروض، تمام، والله يا جماعه شايفين انا اشتريت برفان، البرفان ده اصلا في الوقت العادي الازازه ب 90 درهم، لا فيكتوريا سيكريت عامله عرض الاثنين ب 90 درهم، وهو ده حقيقه على فكره، عم اوريه لكم بعد ما اخلص، تمام، الاثنين ب 90 درهم 50%، وكمان رجع لي عليه كاش باك. وحط بقى الستات اللي عايزه برفانات وعايزه حاجات وفيكتوريا سيكريت، انت بتشتري من فيكتوريا سيكريت، فده اللي احنا بنتكلم عليه. فدي اول طريقه. تاني طريقه، دوبلي بتقول لك الحاجه اللي انت بتسوقها وليها سعر في دوبلي اللي هي العضويات الفي اي بي. فدوبلي بتقول لك كل عضويه في اي بي انت هتبيعها او اي حد هيشتريها من الموقع اللي هو داخل عن طريق اللينك بتاعك، دوبلي بتديك 20% من ثمن العضويه. ثمن العضويه $49، هنقول يعني $50، تمام، يعني انت هتاخد $10 بونص، $10 عموله على سعر العضويه، بالاضافه انك بتاخد، اوكي، انك بتاخد كمان من 20-30% من الكاش باك الاساسي بتاع المتسوق الفي اي بي. حلو، دي تاني طريقه. تالت طريقه للناس بقى اللي هي عايزه تعمل ايه، ان يبقى عنده قاعده كبيره من المتسوقين. والله يا محمد موضوع حلو، انا عايز يبقى عندي مليون شوبر. حلو جدا، عايز عندك يبقى مليون متسوق، لو كل واحد فيهم يا عم رجع لي منه 10 سنت مش دولار، 10 سنت في السنه، تمام، يبقى عندي $100,000. حلو جدا، وده اللي احنا بنتكلم عليه. انت النهارده عشان يبقى عندك قاعده كبيره من المتسوقين تستخدم الموقع في جميع انحاء العالم، انت مش هتقدر تجيب مثلا مليون شوبر لوحدك او مليون متسوق. فدوبلي بتقول لك بتعمل فريق من المسوقين. انت النهارده داخل مشروع، بتعمل مشروع وبتكسب، ما هو في ناس كتير عايزه تعمل نفس المشروع وعايزه تكسب وعندهم علاقات وعندهم اصحاب بيشتروا اونلاين. فانت بتعمل، لما تعمل مثلا فريق من 1000 مسوق، وال1000 مسوق دول كل واحد فيهم يجيب له 1000 متسوق مجانا، اوكي، يبقى عندك مليون متسوق. لو رجع لك من كل واحد فيهم 10 سنت في السنه، ادي $100,000. حلو الكلام. طيب انا النهارده الفريق بتاعي هو بيستفيد من المتسوقين بتوعه من 20-30% من الكاش باك الاساسي، انا بقى بستفيد ايه؟ بستفيد من 5-27.5% من الكاش باك الاساسي بتاع كل المتسوقين بتوع فريقي. حلو، وتتوقف على النسبه دي، بتتوقف على الرتبه بتاعتي،
وبستفيد لغايه 3 اجيال، وبنشرح الحاجات دي كلها في الترتيبات. يعني عندي فريق كبير من المتسوقين بستفيد منهم، هو بيرجع له كاش باك، فريقي من المسوقين اللي بيساعدوني في نشر الفكره في جميع انحاء العالم بيستفيدوا من الكاش باك، وانا كمان بستفيد من الكاش باك. طب النهارده انا اقدر اكون مسوق ازاي في دوبلي؟ عن طريق، عندي طريقتين، طريقه للمبتدئين وطريقه للمحترفين. اول طريقه للمبتدئين وهي بتتعامل مع الافراد باقه اسمها باقه التيم ممبر. اوكي، باقه التيم ممبر يا جماعه بيكون فيها ايه؟ انا بعمل بيزنس، حلو، بيبقى فيها اللينك اللي هو dubli.com/ID اللي هو مربوط بيني وما بين دوبلي مدى الحياة، ان انا شغال تحت اسم دوبلي وكمسوق لدوبلي. موجود كمان في الباقة دي الرخصة اللي بيني وما بين دوبلي، رخصة البيزنس، تمام، اللي بتسمح لي ان بعمل برزنتيشن وشرح عن دوبلي ودعاية واعلانات عن دوبلي، واني استلم فلوس وعمولات من دوبلي. والرخصة دي بتكلفني $99 اول سنة، وكل سنة بجددها ب $39. وباخد كمان مع الرخصه دي ادوات تسويقيه كامله في المكتب الخلفي بتاع دوبلي اللي بيدير حسابي بقى ويشوف كل عمولاتي وهو اللي بعمل بينه كل البيزنس، تمام، ادوات تسويق كامله واعلانات مصممه بالباركود بتاعي. باخد 4 كورسات تدريبيه من واحده من اكبر مؤسسات التدريب في امريكا اسمها بيج ال اكاديمي، اللي متخصصين في الليدرشيب تريننج. لو انا هروح اخد الكورسات مباشره بينهم، الكورس يتراوح ما بين حوالي $150 ل$200، لكن ال4 كورسات بتدهم لي دوبلي من بيج ال من ضمن الرخصه بالشهاده بتاعتهم. باخد 5 مستويات من الكورسات التدريبيه من دوبلي اكاديمي، ازاي ببني فريق العمل بتاعي وازاي بكبر البيزنس بتاعي. كل الشهادات دي يا جماعه وكل الكورسات بالشهادات بتاعتها تقدر تستفيد بيها في حياتك العمليه. بالاضافه ان انا النهارده كمسوق هسوق ايه؟ هسوق المنتج بتاع دوبلي. فدوبلي بتقول لي انت كمسوق او كوكيل بتشتري المنتج بتاع دوبلي، اللي هو ايه المنتج بتاع دوبلي؟ هو ما عندهاش منتج غير العضويات الفي اي بي. فدوبلي بتقول لي بتشتري باكج، اقل باكج عشان تبدا بيها البيزنس، بتشتري عضويه فيها باكج فيها 12 عضويه في اي بي، بس بتشتريهم بسعر 10 بس. ال 12 اصلا سعرهم المفروض ان هم 600، انت بتشتريهم ب 495. بتبيع ال 12 دول، اوكي، ال 12 دول لما بتبيعهم بتاخد 100% من ثمنهم، يعني هتبيعهم كمان ب 600. حلو جدا، ودوبلي مدياك سنه كامله انك تبيع ال 12 عضويه دول، بس دوبلي عايزك تبقى اكتر، تبيع 12,000 120,000 على قد ما ربنا يقدر. حلو، لو احنا النهارده جمعنا حجم او جمعنا الباقه دي كلها بتكلفني كام عشان ابدا البيزنس؟ $594، اللي هي تقريبا ثمن ال 12 عضويه الفي اي بي. فانا كده داخل البيزنس بتاعي مجانا. شفنا الناس تقدر توفر ازاي من مشتريات الفي اي بي، واللي هي اصلا بمبلغ بسيط جدا بالمقارنه بالفوائد الكبيره اللي بنحصل عليها. دي اول طريقه، التيم ممبر. الطريقه الثانيه للتعامل مع الافراد والشركات، ودي للناس اللي داخله تشتغل بطريقه احترافيه، عن طريق باقه اسمها البي بي اي بارتنر بروجرام اكسلريتور. الباقه دي يا جماعه اللي بتسمح لك تتعامل مع الشركات، هنتكلم فيها ازاي. اللي موجود في الباقه دي موجود فيها اللينك بتاع دوبلي برضو dubli.com/ID، وموجود فيها الرخصه اللي ب $99 اللي بتاخدها، تمام، وموجود فيها بقى دوبلي بتقول لك انت بتشتري 60 عضويه في اي بي بس بتدفع حق 50 بس. النهارده عندك اوفر، تمام، ال 60 عضويه اصلا ب 3000، لا انت بتدفع النهارده 2475، وكل حاجه تانية بتاخدها مجانا. بتاخد الرخصه ل $99 اول سنه مجانا. بتاخد 3 كورسات تدريبيه للتعامل مع الشركات بقيمه $1000 بتاخدها مجانا. الكورسات التدريبيه بتاعت بيج ال ودوبلي اكاديمي مجانا. صفحات جذب الزبائن والاعلانات والدعايه مجانا. خصومات على الفوتشرات توصل لغايه نسبه 50% على دخول الشركات. كل الحاجات دي كلها موجوده في الباكج اللي ب 2475. طب في ناس هتقول والله غاليه، ما خلينا اقف ابو $600. لا، خلينا الاول اوريك انت بتستفيد منها ايه. بتستفيد منها موضوع الشركات عن طريق برنامج البي اس بي ريورد، وده اكبر برنامج ولاء للشركات اللي بيسمح ومكافئات، برنامج ولاء ومكافئات بيسمح لأي شركة في العالم إن هي تشتري الموقع بتاع دوبلي بالكامل بسيرفراته بمواقعه بكل حاجة بالكاستمر سبورت، وتشيل اللوجو بتاع دوبلي وتحط اللوجو بتاعها هي. حلو، وتستفيد من المتسوقين اللي عندها والناس اللي بتستخدم الموقع. إزاي؟ بصوا يا جماعة المثال، أدي موقع دوبلي أهو، وأدي المحلات. بصوا على الشمال فوق على كلمة دوبلي،
بصوا كده، جمعية القلب الأمريكية مفيش دبلي وهي هي نفس المحلات، جمعية مكافحة السرطان مفيش دبلي وهي نفس المحلات، الجمعية الهندية في الشرق هنا مفيش دبلي وهي نفس المحلات. واو، طب الحاجات دول عملوا ليه؟ الحاجات دي يا جماعة أو الجمعيات دي المؤسسات دي اشترت الموقع بتاع دبلي بالكامل، شالوا اللوجو بتاع دبلي، حطوا اللوجو بتاعهم، بدأوا ينشروا الموضوع ان عندهم اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم. لو فرضنا مثلا الجمعيه الهنديه دي عندها مليون متسوق او مليون عضو، المليون عضو الجمعيه قالت لهم خشوا يا جماعه تسوقوا من اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم وخدوا كاش باك يوصل 30%. من المليون دول 100,000 سجلوا فري. ال 100,000 دول هنتكلم على كام؟ يعني 10%. ال 10% دول سجلوا فري، بيتسوقوا بيرجع لهم كاش باك، كل شخص فيهم هنفترض ان رجع له كاش باك اساسي في السنه 20 دولار، الجمعيه بيرجع لها 30% من الكاش باك الاساسي. 30% من ال 20 يعني 6، 6 في 100,000 في 600,000 دولار، 2 مليون درهم دخلوا جيب الجمعيه من ولا حاجه، من مشتريات الناس. الجمعيه دخلت 2 مليون درهم تقدر تستخدمها في انشطتها، في المساعدات اللي بتعملها مع الناس، تطور حاجاتها، وده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان اي شركه تقدر تنضم للموضوع ده. تمام، شركات، مؤسسات، بنوك، نوادي رياضيه، كل حاجه بتزود مصدر الدخل ليها وبتقدم خدمه متميزه لجميع اعضاء. حلو جدا. انا بقى الشخص اللي هو البي بي اي اللي اقنعت الجمعيه او البنك او المستشفى او ايا كان، او المدرسه او الجامعه او شركه اتصالات او قناه تلفزيونيه او قناه يوتيوب، الحاجات دي كلها، ان هم ياخدوا البرنامج ده. بستفيد ايه؟ بستفيد من 10 ل 27.5% من الكاش باك الاساسي بتاع كل الاشخاص. واو، يعني حتى من غير ما اعرفهم ولا تعرفهم ولا حاجه. لو خدنا نفس المثال على الجمعيه، قلنا 100,000 شخص كل واحد فيهم هيرجع له 20 دولار كاش باك اساسي في السنه، انت هيرجع لك كام؟ 10 مينيمم، 10% مينيمم، 10%. ال 10% من ال 20,000، من ال 20 دولار يعني 2 دولار، 2 دولار في 100,000 ادي 200,000 دولار دخلوا جيبك وانت ما تعرفش الناس بتعمل ايه. وده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو البي بي اي وازاي الناس تقدر تستفيد في موضوع الشركات. تمام، وده الكلام الكبير. تمام، وطبعا دخولكم كبي بي اي او تيم ممبر ده حاجه ترجع لكم انتوا. جماعه نشيك على الصوت بعد اذنكم، هل الصوت واصل كويس ولا الصوت بيقطع؟ تيست سريع على الصوت يا جماعه بعد اذنكم. رقم واحد بعد اذنكم اشوف الصوت بيقطع ولا لا. اوكي، الصوت كويس، الصوت واضح. طيب اوكي يا محمد، تمام اوكي. طيب على بركه الله، جميل جدا. نيجي بقى جوه الاكونت بتاع دوبلي، بنلاقي حاجات كتيره بتساعدنا، البرزنتيشن والمحاضرات والاعلانات، وادي صفحات جذب الزبائن اللي بتساعدنا نجيب متسوقين وننشر على وسائل السوشيال ميديا، وادي الكورسات التدريبيه اللي احنا بناخدها يا جماعه وتفيدنا في حياتنا، وادي الشهادات اللي كل واحد يقدر يحصل عليها. محمد كمال ليفل 1، محمد كمال ليفل 2، محمد كمال بقى دي بيج ال ليدرشيب بارت 1 2 3 4، الثلاثه دول اي حد يقدر يحصل عليهم. تمام، بس انا كمان يوم ما دخلت دوبلي دخلت بالباقه الكبيره بتاعت الشركات، كمان خدت الثلاث كورسات التدريبيه من برنامج البي اس بي ريورد. ادي محمد كمال بي اس بي ريورد، محمد كمال بارتنر بروجرام فولو اب، محمد كمال بوست سيلز، والاولانيه دي سيلز سيرتيفيكيشن. الست شهادات دول انا حاططهم في السي في بتاعتي، فرضا اول ما لو انا مثلا حبيت ادور على شغل، ولا اي حد فيكم حابب انه يدعم السي في بتاعته ان انا شغال في مجال كذا، بعمل كذا، وكمان شغال مسوق الكتروني، عندي خبره 4 سنين في مجال التجاره الالكترونيه، كل ده بيزود من قيمتك ومن سعرك في السوق في اي مجال انت بتروح فيه. وطبعا احنا عمالين نقول ان الارقام بتختلف على حسب الرتبه. تمام، من 5 ل 27.5%، من 10 ل 27.5%، احنا شايفين اهو عندنا رتب تيم ممبر، تيم ليدر، تيم كوردينيتور، سيلز دايركتور، فايس بريزيدنت، سينيور فايس بريزيدنت. كل ما عليت في الرتبه كل ما زادت نسب العمولات من الكاش باك اللي بيرجع ليك من الفريق اللي عندك. وطبعا بنشرح في التدريبات ازاي تقدر توصل للرتب دي كلها باذن الله. حلو، نكمل كلامنا على طرق الدخل. النهارده انا عرفت بكسب ايه من المتسوقين، الناس اللي داخله توفر من مشترياتها ومن كمان من الشركات. نتكلم بقى لما ببني فريق من المسوقين عشان يساعدوني
تمام، ان اوصل فكره دوبلي في جميع انحاء العالم والناس تتسوق ويرجع لها كاش باك. هل بستفيد؟ مثال ان انا النهارده شرحت الموضوع لاخواتي احمد ومصطفى، احمد قال لي والله فكره كويسه محمد انا هخش معاك كتيم ممبر، تمام. مجرد ما احمد دخل معايا تيم ممبر الباقه اللي هي $600 تمام، دوبلي بتديني بونص فوري $45 وبتديني 450 نقطه. حلو. مصطفى قال لي لا انا عارف محمد نقابات ونوادي رياضية ومستشفيات ومصانع هيستفيدوا، عندهم قاعدة كتيرة جدا من المستخدمين يقدروا يدوا البرنامج ده للشركات وهم يستفيدوا واحنا نستفيد. مصطفى دخل بي بي اي دوبلي بتديني بونص فوري $225 و2250 نقطة، والنقط دي يا جماعة هنتكلم عليها ازاي بتتحول لدولارات. كمان دوبلي بتقول لي يا محمد انت راجل شغال كويس نشيط بتكبر فريقك، جبت 3 تيم ممبر هتاخد على الواحد $45 او 3 بي بي اي هتاخد على الواحد $225 او خليط ما بين الاثنين، بس جبتهم في خلال 30 يوم من تاريخ دخول اول شخص فبتاخد بونص مضاعف، بدل ما هتاخد على التيم ممبر $45 هتاخد على التيم ممبر $95، بدل ما هتاخد على البي بي اي $225 تاخد عليه 200 475 دولار. واو، يعني دي كل ثلاثة بيعملوا مجموعة. طب فرضا انا النهاردة قدرت بجيب 3 كل اسبوع هاخد كل اسبوع دبل بونص، ايوه. طب لو انا شاطر زياده بجيب 3 كل يوم هاخد كل يوم دبل بونص، ايوه. طب لو انا شاطر ازيد هجبت 3 في اليوم الواحد جبت 10 تلاتات هاخد 10 مرات دبل بونص، ايوه. مفيش حدود، الموضوع مفتوح معاك على قد ما ربنا يقدرك، الدنيا موجوده معاك تمام، هات على قد ما تقدر كبر فريقك ودوبلي بتديك الدبل بونص. كمان عندنا حاجة جميلة جدا ودي الخطة اللي احنا بنقول عليها كمان، انت ازاي بتكبر فريقك وبتستفيد مع فريقك، البونص الاسبوعي تيم سايكل بونص. وهنا يا جماعة الحلو ان دوبلي بتقبضك 4 مرات في الشهر اسبوعيا مش شهريا زي حالاتنا كده الموظفين اللي بيقبضوا بيقبضوا شهريا، ده اللي بيقبضوا تمام. النهارده دي الخطه يا جماعه اللي بتبدا من يوم الاثنين ليوم الاثنين، هما شركه امريكيه وبيبدا يوم الاثنين، بيكون عندك فريقين اسمها السايكل بونص، فريق اسمه الكوميونيتي تيم وفريق اسمه البيرسونال تيم. حلو حلو الكلام. دوبلي بتحسب لك كم شخص انضم تيم ممبر في الكوميونيتي تيم وبي بي اي، ونفس الحكايه في البيرسونال تيم، كل شخص متفقين ان كل شخص ينضم تيم ممبر سواء عندك انت في فريقك او في فريق فريقك تمام كتيم ممبر دوبلي بتديك عليه 450 نقطة، كل شخص بي بي اي دوبلي بتديك عليه 2250 نقطة. بنجمع النقط دي اسبوعيا، لقينا ان الاسبوع ده بقى عندي هنا 18000 في الكوميونيتي، في البيرسونال 21000. ازاي بقى بترجمه لفلوس؟ دوبلي بتقول لي مبروك يا محمد الاسبوع ده بتاخد 12.5% من الناحية القليلة. فين الناحية القليلة؟ 18000، 12.5% من 18000 $2250، والباقي يطرحها للاسبوع اللي بعده. يعني ايه الباقي؟ الباقي ان انا شلت 18000 من الكوميونتي، 18000 من البيرسونال، اتفضل في الكوميونتي زيرو في البيرسونال 3600 يترحلوا للاسبوع اللي بعده واكمل عليهم. والخطه دي يا جماعه الخطه الوحيده اللي ليها حد اقصى $50,000 في الاسبوع، تمام. حلو الكلام جدا. طب انت النهارده محمد لو فرضنا ان الكوميونتي تيم نايمين زيرو والبيرسونال تيم 100000، طب ما هو 12.5% من الزيرو هو زيرو، كده انا مش هكسب. لا دوبلي بتقول لك ده حتى لو فريقك اللي شغالين في ناحيه واحده البيرسونال تيم بتكسب كمان. ازاي؟ عن طريق خطه الاجيال جينيريشن. ادي فريقك المباشر منك، الناحيه الشمال فيها احمد ومحمود مصطفى، احمد جاله $1000 الاسبوع ده، دوبلي بتديك بونص لغايه 15% لغايه 15% من البونص الاسبوعي بتاعه، يعني $150. مصطفى جاله $10,000 دوبلي يترجع لك $1500، محمود جاله $5000 دوبلي يترجع لك $750. دول الناس المباشرين حتى لو في ناحيه واحده. طب الناس المباشرين دول مش بداوا يكونوا فريق وفريقهم بيكبر؟ هل بتستفيد من الفريق لما يكبر؟ ادي عندك فريقك اهو، فريقهم اللي هم الناس الغير مباشرين منك، وبتستفيد لغايه 5% من البونص الاسبوعي بتاعهم تمام، حتى لو برضو هم كلهم في ناحيه واحده. وطبعا انا عارف ان هي خطط دخل كتيره جدا والحاجات دي كلها بنتكلم عليها بالتفصيل في التدريبات،
طب هتيجي تقول لي طب انا لو عندي الناحيتين فيهم نقط بكسب، ناحيه واحده فيها نقط بكسب، طب لو الناحيتين ما فيهمش كده انا وقفت. لا مش هتقف، لان لو الناس حتى بطلت انها تعمل بيزنس، الناس مش هتبطل انها تعمل شوبينج، تعمل تسوق، فالناس هتفضل تتسوق مدى الحياه ويرجع لها كاش باك، وانت بتستفيد من الكاش باك بتاعك. وده اللي احنا بنقول ان دوبلي جمعت الخليط ما بين الحاجات دي كلها، تقدر تستفيد في اي مكان في العالم. حلو الكلام. احنا كده يا جماعه تقريبا خلصنا. نيجي بقى سؤال كل الناس بتساله وركزوا معايا فيه. اوكي، كل الناس بتسال ايه؟ بتقول انا النهارده داخل بيزنس، داخل اعمل مشروع، بعمل بحط راس مال، ازاي ارجع راس المال بتاعي؟ الاول خلينا نعرف ايه هو راس المال. راس المال هل هو 600 دولار اللي انت دفعتها؟ في ناس تقول اه، او هو حاجه تاني. انا بقول حاجه تاني. اوكي، لان 600 دولار دول مفيش بيزنس في العالم بتقدر تفتحه ب 600 دولار اللي هو ثمن موبايل. اوكي، متفقين؟ متفقين. راس المال هو ايه بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي يا جماعه؟ الوقت، استثمار الوقت، ده راس المال بتاعك، وقتك اللي انت طول عمرك بتضيعه، اللي احنا ما شاء الله علينا احنا العرب ابطال العالم في ضياع الوقت. بكره 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 ومشغول، رايح اتفرج على ماتشات كره القدم، ده جات كورونا والله منحه من ربنا عشان الناس تدرك اهميه الوقت. انت بتستثمر النهارده وقتك، بتستثمر مجهودك، بتستثمر علاقاتك، بتستثمر وقت الفراغ الكبير اللي عندك، اللي انا ساعات بحزن جدا لما الناس تقول لك والله يا جماعه احنا مش عارفين نضيع وقتنا في ايه. يعني الكلمه نفسها حرام، حرام انك تضيع وقتك، ده ربنا اداهولك منحه، استفيد بيها وفيد الناس وفيد نفسك. اعمل ده المشروع اللي تقدر تستفيد منه من البيت. انت قاعد في بيتك بتستفيد اهو، بتعمل مشروع، بتوفر فلوس، بتساعد الناس انها توفر فلوس وبتكسب فلوس. فهو راس المال الحقيقي بتاعنا استثمارنا لوقتنا. لكن بعض الناس هتيجي تقول لي لا هو استثماري انا في دماغي 600 دولار، قول لي ارجعهم ازاي؟ طيب سؤال يعني من البدايه انا هقول لك، بس من البدايه اذا انت داخل البيزنس ده عشان ترجع فلوسك بس، يبقى البيزنس ده مش بتاعك. لان فلوسك في جيبك، عايز تطلعها من جيبك ليه؟ احنا مش داخلين بيزنس عشان نرجع فلوس، احنا داخلين بيزنس عشان نعمل فلوس ونكبر الانكم بتاعنا، مش عشان مجرد اني ادخل فلوس، ان انا ارجع الفلوس. ما الفلوس موجوده، اطلعها ليه من جيبي لو انا عايز ارجعها للتعب يعني؟ اوكي، لان البيزنس ده محتاج مجهود ومحتاج شغل، ولو انت ما عندكش استعداد انك تشتغل عليه وتعمل عليه مجهود، يبقى البيزنس ده برضه مش بتاعك. بس احنا في فرق عندنا، بدل ما بشتغل 10 12 ساعه، لا ده انا بشتغل ساعتين ثلاثه اونلاين في المكيف، وقاعد بشرب شاي وبتكلم وبعمل وبسوق وبوفر وبعمل كاش باك، متعه، بستغل الوقت بمتعه وبفايده. حلو. طب اللي عايزين بقى 600 دولار يرجعوا لهم ازاي؟ بمنتهى البساطه، عندك 12 عضويه في اي بي، صح؟ بعتهم رجعت فلوسك. حلو الكلام. اه كده صح. تاني طريقه، هتجيب معاك 6 من اصدقائك، اشخاصك، الناس المقربين، الناس اللي محتاجين يعملوا بيزنس، محتاجين يبقى عندهم مصدر دخل تاني، الناس اللي تعرضوا لمصاعب وما عندهمش خطه بديله. يا عم 6 مين؟ حط 6000، الناس كلها محتاجه. لا هات بس 6 يعملوا اساس معاك البيزنس. 3 في اول شهر هتاخد دبل بونص على الواحد 95 دولار، 3 في ثاني شهر على الواحد 95 دولار، هيجي لك كمان 150 دولار من النظام الباينري. اوكي، رجع لك اجمالي كام؟ 720 دولار، يعني اكتر من اللي انت دفعته. او زي ما انا بعمل، ببيع عضويات الفي اي بي وبسجل معايا اشخاص موجودين معايا يكونوني يكبروا لي الفريق. حلو الكلام. طيب واحد يقول لي طب حلو الموضوع، بس انا ملياش في موضوع البيع والشراء ده وما اعرفش اسجل اشخاص، ارجع فلوسي ازاي؟ يا سيدي بمنتهى البساطه، عندك 12 عضويه، هتاخد واحده لنفسك عشان توفر، صح؟ ومعاك 11 واحده اديهم لاصحابك وقرايبك ومعارفك اللي بتسوقوا اونلاين، هدايا في مناسبات مختلفه، عيد الاب، عيد الام، عيد جواز، عيد الحب، عيد الصغير، عيد الكبير، رمضان، النيو يير، الكريسماس، الوايت فرايداي. يا جماعه خدوا ادي عضويه ب 49 دولار مجانا هديه، خشوا تسوقوا خدوا كاش باك. زي ما انا عملت من حوالي سنه ونص، اديت عضويه في اي بي لسكرتيره المدير عندنا، هي فلبينيه، فلبينيين معروفين بمشترياتهم الكتيره، قلت لها هديك عضويه في اي بي هديه ب 49 دولار خدي وفر منها. قالت لي واو حلوه ازاي؟ وريت لها الموقع، اول سؤال قالته لي booking.com عندكم؟ قلت لها، قالت لي وريهوني، وريته لها، قالت لي استخدم الموضوع ده ازاي؟ برضه قالت لي اوكي شكرا. قلت لها في حاجات تانية؟ قالت لي انا هدور، انا يهمني بكره.
بعد قعدت بدات تستخدم الموقع، بدا ينزل لي كوميشن عموله من الكاش باك بتاعها. رحت لها بعد 4 5 شهور قلت لها انا بيجي لي منك عموله كل شهر، وريني بقى بتعملي ايه، افتحي لي الاكونت. قالت لي تعالى، فتحت الاكونت كله بوكينج 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 بوكينج. قلت لها يا بنتي ده ايه ده، مين دول، ايه الفنادق دي كلها؟ قالت لي دول اصحابي اللي كده كده رايحين يحجزوا في الفنادق، انا بحجز لهم، هو بيدفع في الفندق انا باخد الكاش باك. والله برافو عليك شاطره. اخر السنه لما خلصت سنه العضويه الفي اي بي وقبل ما تجدد، قالت لي وريني تعالى، قالت لي تعالى اوريك الاكونت بتاعي. فتحت لي الاكونت لقيت عندها $638 كاش باك. حلو، قالت لي دول كله بوكينج، واشترت يمكن حاجه او حاجتين من مواقع تانية. قالت لي على فكره انا بشكرك جدا، الفلوس دي انا خدتها حولتها على الباي بال واستلمتها، وجبت بيها ابني تذكره الطيران من الفلبين، فشكرا يا محمد، انا مش انا على طول هستخدم الموقع. انا حسبت رجع لي كام من $638، رجع لي عموله $70. ال $70 دول كده دي جبت اعلى من ثمن العضويه الفي اي بي، ضمنت متسوقه مجانا معايا، متسوقه موجوده معايا مدى الحياه بتشتري لانها شافت الفايده وخدتها، وده اللي خلى ده طريقه اللي انت ازاي تقدر ترجع الفلوس واكتر من الفلوس. تخيل بقى لو انت عندك 1000 متسوق، مش هقول لك في اي بي، فري، فري اللي هو الاساس، اوكي فري، وكل واحد فيهم مش هيرجع له في السنه $70 كاش باك، لا هيرجع له $10 كاش باك، تمام، هيرجع لك منه $10 كاش باك، هو رجع له ايا كان، انت يرجع لك $10، 10 في 1000 ب 10,000، يعني بتكلم كام؟ بتكلم على 160,000 جنيه شهريا سنويا في مصر، يعني حوالي ما يقرب من 14,000 جنيه او 13,000 جنيه، بتكلم على 36,000 درهم، يعني 3,000 درهم شهريا، مرتب موظف يا جماعه، والله مرتب موظفين في مصر، مرتب مدير من ايه؟ من الناس بتعمله وانت مالكش دعوه بيه. وده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان احنا لازم نشوف التجاره الالكترونيه رايحه فين، وازاي نقدر نستفيد منها في جميع انحاء العالم. هوريكم طبعا بعض الايفنتات وبعض الحاجات اللي بتثبت قد ايه فريقنا بيكبر والتجاره الالكترونيه بتكبر في جميع انحاء العالم، فريق الدايموند العالمي اللي احنا كلنا بننتمي ليه، بقياده فايس بريزيدنت خالد شعب ومؤسسينه في بي محمد عيد وفي بي حمدان ابو جلاله. بعض الايفنتات بتاعتنا يا جماعه، ادي الجزائر في بي خالد شعب، ادي المغرب، ادي البحرين، ادي الامارات، ادي الاردن، ادي الهند، ادي كمان مصر، ادي السودان، ادي سويسرا، ادي ايطالي. كل ده فريق الدايموند الكبير بتاعنا اللي احنا بنفتخر وبننضم ليه. وكمان مفاجأة كبيرة جدا، في بي خالد شعب مؤسس فريق الدايموند تم تصنيفه من واحدة من أكبر، إذا ما كانتش الأكبر على الإطلاق، مجلة بيزنس فور هوم، أكبر مجلة متخصصة في مجال البيع المباشر، تمام، تم تصنيفه من أعلى 100 شخص دخلا في العالم برقم 12 عالميا، دخل شهري بسم الله ما شاء الله تبارك الله $480,000 شهريا، في بي خالد شعب رقم 12. كل الناس تقدر تخش على مجلة بيزنس فور هوم، روحوا على التوب ايرنرز شوفوا الرنكات، هتلاقوا في بي خالد رقم 12، $480,000 شهريا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وكمان الفخر لينا ان احنا بننتمي تحت فريق الدايموند الكبير، ننتمي لفريق بليفرز اللي مكسر الدنيا، فريق بليفرز المصري العالمي بقيادة في بي أحمد عماد، اللي ما شاء الله عمالين ننتشر في جميع أنحاء العالم، تمام. أدي بعض الإيفنتات بتاعتنا في مصر، أدي كمان بعض الإيفنتات في المغرب، بعض الإيفنتات هنا في الهند، في الأردن، في دبي. وكمان عندنا في بي أحمد عماد مصنف من برضو مجلة بيزنس فور هوم من أعلى 100 شخص دخلا في العالم رقم 70 بدخل شهري بسم الله ما شاء الله تبارك الله $200,000 في الشهر. في بي أحمد عماد موجود في مصر، ما سابش مصر، تمام، بسم الله ما شاء الله، مهندس مصري 36 سنة، من أنجح رجال الأعمال اللي ممكن تتعامل معاهم، رؤية كبيرة جدا. ودول يا جماعة الناس اللي احنا بنشتغل معاهم،
في بي خالد، في بي احمد عماد، المؤسسين الفرق بتاعتنا، اللي انت عشان تنجح لازم تشتغل مع الناس الناجحين وتشوف هم وصلوا لغايه فين. مصنفين من اعلى 100 شخص دخلا في العالم، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. تمام، ده بس كده بنوريكم احنا ما شاء الله واصلين لغايه فين والدنيا عندنا ماشيه ازاي. لو احنا النهارده جايين بنلخص، بنقول احنا عندنا جماعه شركه تاسست سنه 2003. تمام، عندنا منتج الناس كلها عايزاه، التوفير، الكاش باك، الناس عايزه توفر، بنساعد الاسر انها توفر فلوس من اسلوب حياتها اليومي. عندنا اكتر من 1 مليار منتج الناس تقدر تشتري منهم. عندي 8 خطط للدخل وثلاث مصادر رئيسيه: التعامل مع الافراد كمتسوقين، والتعامل مع الشركات، والتعامل في بناء الفريق. وبنختم بمقولة جميلة الواحد كلنا بنحبه وبنعتبره مثل أعلى في النجاح، وهو مستر بيل جيتس اللي قالك إيه: If your business is not on the internet، لو أنت البيزنس بتاعك مش على النت، لو أنت البيزنس بتاعك مش أونلاين، then your business will be out of business. لو أنت البيزنس بتاعك مش أونلاين، فأنت البيزنس بتاعك بره البيزنس. إذا ما عندكش بيزنس أونلاين، فأنت ما عندكش بيزنس أصلا. وده الكلام اللي قاله مستر بيل جيتس، وده اللي بيتم إثباته حاليا. كل الناس قاعدة في البيوت، اللي بيشتغل بيشتغل أونلاين، واللي شغله وقف بيتجه إنه إزاي يشتغل أونلاين ويكبر شغله أونلاين ويتحول للتجارة الإلكترونية. وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان، لازم تتجه لاتجاه التجارة الإلكترونية، هي أكبر مجال بيكبر وبيتطور في جميع أنحاء العالم بزيادة كاسحة. ودي فرصتك النهاردة انك تكون منضم زي المنضم ناس كتير اهو قدامنا في الصورة، انضموا لينا ومعانا في شركة دوبلي. وده اللي بنقول عليه قوة دوبلي وقوة التجارة الالكترونية، ان دوبلي جمعت ما بين 3 حاجات: الاي كوميرس والدايركت سيلينج والنتورك ماركتينج، في خليط جميل جدا مش هتلاقوه غير في شركة دوبلي، وده اللي احنا بنتكلم عليه. تمام، احنا كده جماعة خلصنا المحاضرة. تمام، قبل ما نفتح باب الأسئلة لأي سؤال أو استفسار، بس ليا رجاء من كل واحد فيكم، ارجع للشخص اللي عزمك النهاردة، تمام، اشكره أنه وراك الفرصة أيا كان قرارك أنك تنضم كمتسوق أو كمسوق أو ما تنضم، دي حاجة ترجع لك أنت. تمام، بس أنا ليا نصيحة بسيطة من خلال خبرتي اللي في 4 سنين، خبرتي المتواضعة كده 4 سنين في دوبلي. عايز كل واحد فيكم يسأل نفسه 3 أسئلة قبل ما تاخد القرار النهائي. تمام، ممكن ناس كتير النهارده ما فهمتش حاجه من الكلام. تمام، ارجع للشخص اللي عزمك يوضح لك الامور، احنا موجودين لاي استفسار. تمام، بس اسال نفسك 3 أسئلة: اذا ما كانتش دوبلي اللي هبدا اعمل معاها مشروع دلوقتي، هتكون ايه؟ ايه الفرصه اللي موجوده؟ ما بقولش ان دوبلي هي احسن الفرصه الوحيده اللي في العالم حاليا، في فرص كتير، لكن انا في يقيني وفي رايي دوبلي هي احسن فرصه في العالم حاليا، لان انت ما بتخليش الناس تعمل حاجه بره عاداتهم اليوميه. البيزنس بتاعك من الناس للناس، بتخلي الناس توفر فلوس وانت بتكسب فلوس بيك من غيرك. الناس بتشتري اونلاين بيك من غيرك، دوبلي عماله تكبر وتروح في جميع انحاء العالم. هات لي بيزنس في العالم تقدر تفتحه ب $600 اللي هو لو انت بتعتبره راس المال. ده يا راجل في مصر لو عايز تفتح توك توك، تشتري توك توك تمام ب50,000 جنيه، احنا بنتكلم عن البيزنس بتاعنا ب10,000 جنيه. في الامارات لو انت عايز تفتح بس محل بيبيع شاي كرك، اللي هو هنا معروف في الخليج شاي كرك، عايز لك على الاقل من 150 ل 200,000 درهم. انا بكلمك ببيزنس ب2,500 درهم، انك تقدر تعمل بيزنس عالمي من مكانك، من بيتك، تساعد الناس توفر وانت بتكسب فلوس، وشفت الناس بتعمل ايه. فاذا ما كانش دوبلي هيكون ايه؟ وإذا ما كانش دلوقتي العصر اللي كل الناس قاعدة في البيوت مش لاقي حاجة تعملها، الناس اللي بتندم إن هي ما بدأتش خطوة من زمان، الناس اللي بتقول عايزين نلاقي حاجة نعملها نستثمر وقتنا، إزاي أجيب مصدر دخل تاني لأن مصدر دخلي الأساسي وقف أو اتأثر. ما تعيش حياتك رد فعل يا جماعة، ما تخليش، ما تستناش بكرة هبدأ، بكرة ده عمره ما بيجي، بكرة هدور، أنا مستني الظروف، مستني. ما تلومش الظروف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كورونا جت لنا زي ما بقول لكم منحة وليست محنة، بنستفيد بيها، بنتعلم منها، بنغير طريق تفكيرنا. إذا ما كانش دلوقتي إنك تقدر تعمل حاجة ليك ولولادك، هتعمل إيه؟ هتعمل إمتى؟
واذا ما كانش انت اللي هتاخد القرار مين اللي هياخده لك؟ مين اللي هيفوقك؟ ما احنا فوقنا. كورونا جت خدت الناس كلها مقص على الطايق، تمام؟ فوقوا يا جماعه، اصحوا وفكروا، بصوا مستقبل ولادكم ومستقبل نفسكم، اسس بيزنس، دور. ما بقولكش دوبلي هي الوحيده، دور على حاجه تانية لو انت مش عاجبك دوبلي، بس لازم تعمل لك حاجه اونلاين، لازم يبقى عندك بيزنس اونلاين. وزي ما قلت لكم انا في يقيني ومن تجربتي 4 سنين دوبلي هي احسن حاجه تعملها دلوقتي، لا بتعتمد على منتج معين ولا بتخلي الناس تعمل حاجه جديده غير اللي بيعملوه، بتخلي الناس توفر وبتكسب فلوس وانت كمان بتكسب فلوس. خد الفرصه واندم، لكن ما تسيبش الفرصه وتندم. المبدا ده انا اتعلمته لما دخلت دوبلي وماشي بيه لحد دلوقتي. خد الفرصه واندم، لكن ما تسيبش الفرصه وتندم. يعني ايه المثال ده؟ يعني النهارده انا جات لي فرصه، والفرصه على فكره هي ما بتروحش، هي لو انت النهارده اديت للفرصه ظهرك بتروح للشخص اللي بيعرف يستغلها كويس. لو النهارده انت اديت للفرصه ظهرك حلو، تمام، بتروح لواحد تاني. لو انا النهارده خدت فرصه دوبلي، تمام، لو هنتكلم بمبدا المكسب والخساره، وندمت، ندمت اللي هو ما اشتغلتش ولا بعت عضوات في اي بي ولا اديتهم هدايا ولا اي حاجه خالص خالص، بس خدت الفكره، خسرت ال $600، حلو، هقول ايه؟ موبايل وقع في الميه، جبت موبايل جديد بكره، صح؟ كلنا فينا بنسبه دلوقتي 50%، هنقول 70% من اللي قاعدين معاهم موبايلات باعلى من $600. لو موبايلك النهارده وقع في الميه او ابنك رماه في الميه، بكره هتروح تجيب موبايل جديد، صح؟ فده بمبدا هتزعل عليه يوم اتنين تلاته وتنسى الموضوع، كام $600 راحوا في حاجات ملهاش لازمه. ده لو خدت الفرصه وندمت ان انت ما اشتغلتش، لكن لو اشتغلت هتكون زينا، ما شاء الله، انت شايف في بي خالد، في بي احمد، وكلنا الناس اللي شغاله وحققت نجاحات كبيره جدا. لكن ما تسيبش الفرصه وتندم، ما تسيبش الفرصه، اوكي، اللي هو بعد سنه سنتين قابلت الشخص اللي عزمك على دوبلي النهارده، تمام، قلت له شفته في وضع مادي مختلف تماما عما انت تعرفه، والله بسم الله ما شاء الله، عربيه حلوه وكده، وامورك تمام، من فين ده؟ من دوبلي، والله الحمد لله انا شغال كويس فيها. دوبلي اللي انت جيت قلت لي عليها من زمان دي انت لسه شغال فيها؟ هو انا جيت اقول لك ان انا بفتح مشروع شهر وبقفل؟ ده بيزنس مكمل معايا مدى الحياه، بس انا شايف فيه تقدم. اه والله الحمد لله. طب يا اخي ما قلتليش ليه؟ لا استنى، انا جيت قلت لك من سنتين، من سنه لما بدات البيزنس، ووريت لك، تمام، وبعد كده قلت لي هفكر، وبطلت ترد عليا، صح؟ تمام. ايوه، اصل انت افتكرت ان انا جاي اعمل لك منك مصلحه، ان انا طمعان في العموله. لا، خلي بالك، انا لما جيت عرضت عليك فكره دوبلي عشان انت شخص تعز عليا، تمام، وانا عايز نعمل فلوس مع بعض، مش جاي اعمل فلوس منك، انا جاي اعمل فلوس معاك، انا بيك من غيرك انا مكمل، انا واخد قراري. وكل الاشخاص يا جماعه اللي عزموكم النهارده واخدوا قرارهم ان هم في البيزنس، هم معلش في الكلمه، مع الاحترام للجميع، بيكم من غيركم هم مكملين، هم بيدوكم فرصه عمركم النهارده انكم تنضموا في الموضوع. فانا بيك من غيرك مكمل، انا مش عايز اعمل فلوس منك، انا عايز اعمل فلوس معاك، وانتم من اوائل الناس. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنعمل انطلاقه في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا وفي كل المجال، وده وقتنا اللي نقدر نعمل بيه البيزنس حاليا. فنصيحه لكل واحد فيكم، اسال نفسك الثلاث اسئله، اذا ما كانش دوبلي هيكون ايه؟ اذا ما كانش دلوقتي هيكون امتى؟ اذا ما كانش انت اللي هتاخد القرار مين اللي هياخده لك؟ نصيحه صغيره من اخوكم، ارجع للشخص وقول له وريني ابدا معاك دلوقتي ازاي، وخلينا نتعلم ونشتغل مع بعض. بشكركم جدا جدا على وجودكم معايا، وان شاء الله نفتح باب الاسئله دلوقتي، اي سؤال او استفسار. وكان معاكم اخوكم محمد كمال، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين.